من داخل مزرعة الأستاذ أحمد. موعدنا إن هو هيكمل معانا النهاردة بقى يجاوب على بعض أسئلة المشاهدين. طبعا النهاردة أول يوم رمضان. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد. كل سنة وحضرتك طيب يا مصطفى، ونورتنا وشرفتنا والله النهاردة لتاني مرة. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولايك كبير بقى للأستاذ أحمد. كلهم بقى يعملوا لايك يا أستاذ أحمد إن شاء الله، يعملوا لايك ويعملوا شير للفيديو عشان يوصل لأكثر ناس، والناس تستفيد من أي حاجة، واللي ليه سؤال ولا أي حاجة يكتبوا في التعليقات، وإحنا إن شاء الله يا إما أنا هرد عليه يا إما الحاج مصطفى هيرد عليه. هو الأسئلة كتير صراحة يعني. لما حضرتك بعد ما الناس شافت الحمام اللحم اللي حضرتك جايبه من الكويت وأنت جاي، اللي هو بختم الشركة الفرنسية، كل واحد طبعا له قريب هناك واللي مسافر بره، وكل واحد قال انا اجيب ايه، ممكن اجيب حمامتين وانا جاي. فكل واحد عايز يعرف الطريقه ازاي اللي حضرتك جبتي بيها الحمام ودخلتي بيها الحمام مصر، وايه تحكي لنا كل حاجه بالتفصيل معلش يعني، علشان ايه نجاوب على كل الاسئله بتاعت ازاي الناس تقدر تجيب الحمام اللحم وتدخله مصر من الشركه الفرنسيه نفسها. بعمل ايه؟ بعمل اوضه زي دي للذكوره، واوضه ثانيه للنتي. تمام. يدخل يقول لك نقي الذكر اللي انت عايزه. ما شاء الله. تقعد تقف تتفرج كده، انا هات لي الذكر ده، ماسك الذكر واخده. تدخل الاوضه الثانيه تنقي النتاية اللي انت عايزها. ما شاء الله. وتاخدها وتمشي. حاجه جميله. دي مزارع كبيره يا استاذ احمد ولا ناس جواها زينا؟ لا مش جواها، لا لا. هناك عندهم منطقه اسمها الوفره ومزارع الوفره. دي كلها عباره عن مزارع، مزارع نعام على مزارع غزلان على تماسيح على حمام على ديوك برهما. ما شاء الله. فراخ جميع الانواع، حمام ما شاء الله. جميع انواع الطيور اللي تخطر على بالك موجوده في المزارع دي. ما شاء الله. كل واحد بقى ليه مساحه بقى يعني. طبعا الناس اللي في الكويت هيسمعوك المصريين. لا لا لا. المصريين وهيعرفهم ويجيبوا هم جايين. لا والله صراحه يعني الكويتيين يعني ما شاء الله عليهم. لا ما بقول على المصريين، هيجيبوا هم جايين اللي بيشتغلوا هنا. هم جايين بقى. موضوع الدخول الحمام هنا بقى ده، في ناس بتبقى عامله تصريح شحن. تصريح شحن بيتعمل من الكويت ولا منين؟ بيتعمل من مصر وبياخد تصريح من الكويت. يعني ما بتعملش من السفاره هناك؟ لا لا ماشي. يعني انا ما اقدرش اعمل تصريح كده، اقول له انا عايز اعمل تصريح ومعمل لي تصريح. دي اجراءات ودي رسوم وكلام من ده. يعني الرسوم بتاعته ممكن عشان يعمل تصريح ممكن تدفع له 200 300,000 جنيه. يا ما شاء الله. طب احنا بالنسبه لحضرتك جبتهم ازاي؟ انا هقول لك. التصريح ده مثلا بيطلع له ب 1000 حمامه. يعني ليك 1000 حمامه تنزلهم ب 300,000 جنيه دول. تمام. هو بيعمل ايه بقى؟ هياخد لك على الحمامه مثلا 500 جنيه 600 جنيه الحمامه الواحده. 400 جنيه 400 على حسب ما تقدر تتفق مع الراجل وعلى حسب العدد اللي انت هتنزله. يعني في ناس بتنزل مصر كتير يعني. طبعا. امال ايه؟ ما احنا محدش عارف. احنا كنا منزلين 35 جروب. سيلفر، حمام سيلفر والحمام بتاع الشركه الفرنسيه من معاهم. السيلفر ده اللي هو السيلفر اللي معروف اللي منتشر في مصر دلوقتي اللي بدا ينتشر يعني. الناس هنا والله مشككه لسه فيه يعني، في ناس لسه مشككه فيه. ما هو السيلفر اهو، ما انت جبتهم هنا يا استاذ احمد. دول الاصليين، دول اللي هم بتاع الشركه الفرنسيه. ما هو السيلفر اهو اللي هو الاستاذ احمد جايبه من الشركه الفرنسيه اهو، من الكويت وهو جاي بختم الشركه نفسه. ده اللي هو السيلفر ايه اللي موجود في الكويت. يعني احنا لو ايه لو قارناه بالسيلفر ده، ايه بقى الموجود في الكويت يا استاذ احمد غير غير اللي جاي؟ موجود هنا وموجود في السعوديه وموجود في الكويت. كل في ناس لحد دلوقتي مش مصدقه هنا في مصر، بيقولوا ان هو اللحم ابيض بس. لا 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 سيلفر. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يعني مش مختلف كتير. لا مش مختلف. مش مختلف كتير. انا بصراحه من تجربتي اللي انا كنت مربي هناك. انا ربيت هناك. الحمد لله كله كنت مربي هناك. تمام. عاملين جزء في البلكونه كده مقفلينها. انا وصاحبي ومربيين فيها ايه؟ الحمام. من واقع بقى الخبره او من واقع التجربه العمليه، الحمامه السيلفر اقوى من الحمامه البيضاء. اقوى مناعتها يعني كمناعه وكانتاج. وحجم اكبر شويه من الحمام الابيض. ما شاء الله. زغاليلها حجمها طبعا اكبر شويه من الحمام. ما شاء الله. بس في اللي بتفضل الابيض في الذبيح عشان لون اللحم. ايوه لسه هقول لك النقطه دي. لونها لحمها غامق شويه. لحمها غامق شويه. طيب كده انا نزلت الحمام ازاي بقى؟ انا عارف كذا واحد من الناس اللي بتشحن الحمام اللي بيعملوا تصاريح وبينزلوا الحمام، فكلمتهم. فهو بيبقى متحدد فتره معينه في السنه تنزل فيها حمام، او فترتين على حسب ايه ما الدوله هنا على مصر بتسمح بدخول الطيور من بره عشان الامراض والكلام ده. تمام. في ميعاد معين في السنه. في ميعاد معين مثلا يقول لك ايه احنا هننزل في شهر 6. فتلاقي الناس بتعلن
وبيبعتوا لي رسائل مثلا احنا لو عندك حاجه هتنزلها او حد تبعك احنا ننزل في شهر 6 او ننزل في شهر 8، احنا كنا بننزل في شهر 8. طيب نبقى نحط بعد اذنك رقم التليفون اللي هو اللي يقدر يساعد الناس اللي هي تقدر تجيب وهي جايه، يعني احنا كل ده بنحاول نساعد الناس، احنا مش عايزين حاجه. انا والله اي حد لو هو مثلا واحد مثلا الحاج مصطفى مثلا اللي واحد قريبه هناك وعايز ينزل جوزين او ثلاثه او خمسه، انا هاخده من ايده واروح انا وهو للمزرعه انقله مثلا انا كمان الحمام لو عايز انقله الحمام انقله الحمام اللي هو عايزه. بس بقى هيكون في الميعاد بتاع الشحن بحيث انه ياخد الحمام من هنا يقوم رايح موديه للراجل ما يقعدش عنده بقى. طيب هنسيب رقم حضرتك انت في اللي هو في الكويت. الكويت يكلموك بقى بعد العيد بقى ان شاء الله الناس اللي هي ان شاء الله ان شاء الله لانه تسافر في رمضان. بس رجاء يعني ما يعني لان انا يعني انا هكون صريح مع الراجل يبقى في شغله. لا وغير كده في شغلي المشوار من المنطقه اللي انا فيها للمزرعه مشوار طويل هاخد له اقل حاجه عشان اخلص الموضوع ده 4-5 ساعات. تمام. عشان اقدر اجيب حمام وكده. فالمشوار هيبقى يوم جمعه مثلا ان شاء يوم الله يوم سبت بعد الظهر. لا ما هو طبعا لازم تكون فاضي انت طبعا والجو الكويت نار. وتاني حاجه كمان انا مش هعمل الموضوع ده كتجاره، اللي مثلا الحاج مصطفى يقول لي هات لي جوزين حمام وانا حاسبك لا مش هقدر اعمل كده. لا لا هو انا هساعد بس. بس هو الحاج مصطفى عايز جوزين حمام ليه محمد ليه عبد ليه اسماعيل قريبه هناك، انا هروح معاه وهو هيديه الفلوس للراجل وانا انقي له الحمام او لو عنده خبره هينقي الحمام. وحضرتك كتر خيرك كمان تشكر انت هتدله بس حتى بس. كمان لو هتدله بس على المكان يبقى ده اللي احنا عايزينه. أنا احنا بنساعد الناس. انا اتواصلت مع الشركه الفرنسيه نفسها لان انا ابن عم مراتي فرنسي مش معاه الجنسيه. لا ما شاء الله ما شاء الله عمها كان عالم في الكيمياء توفى الله يرحمه اتجوز فرنسيه واولاده فرنسيين لا دكاتره يعني. فانا اتواصلت معاه جاب لي رقم مدير المبيعات في الشركه واتواصلت معاه على طريق الواتس وعلى طريق الميل واتفقت معاه. فقال لك دي المعلومه دي للناس اللي عايزه تنزل حمام اقل عدد بينزلوه سواء زغاليل او كبير 50 جول. يعني مش هينفع تجيب جوز ولا اثنين يعني. الفرنسيه ما بيصدرش اقل من 50 جوز. لكن ممكن يجيبهم الكويت الراجل هو الكويت يجيب جوز يجيب اثنين يجيب فرد اللي هو عايزه يجيب. طيب حاجه ثانيه بقى للناس اللي هي زي حالاتنا كده اللي بتفكر على قدها. لا لا اتفضل. يعني اعرف واحد اللي هو صاحبي هنا من دمياط عنده حمام مش هنقول اسامي يعني انا كنت اشتريت منه حمام. هو برضه كان بيشتغل في الكويت وبيقول ان هو جاب بيض اللحم وهو جاي. عارف لما مش هنقول اسامي وانا عندي حمام من حمامه. ايوه قال ان هو جايب البيض من الكويت وهو جاي. لا كلامه صح. يعني ينفع الحكايه دي؟ ينفع طبعا. سهله دي. يعني السيلفر دخل دخل مصر عن طريق البيض. يعني الناس بتجيب بيض يعني في كام واحد شغالين في السعوديه جابوا بيض لحم سيلفر وفرخوه هنا. طبعا هيجيب مثلا 10-15 بيضه ممكن يطلع منهم 5-6 بيضات لو كبروا وربنا كرمهم من وراهم هيعمل. هو المهم عايز يعمل السلاله. المهم هو يطلع عنده حاجه. طيب هو برضو الطريقه هنا بيحطهم في علبه ولا وقطن وكده ويحاول مثلا شويه رطه. بس دي الموضوع ده بقى ايه بيعتمد ان هو الجو هناك حر جامد يعني بمناسبة الجو الحار. مش عارف انا خايف البيض الفيديو اللي فات. لا بتهيألي لا اتمسحت. احنا اما نزلنا الحمام ده دي حاجة كده طرفة كده للجماعة. اما نزلنا الحمام ده كان فيه طبعا حمام لسه تحته بيض. لما نزلته منين؟ الكويت. والكلام ده في الكويت هنا في شهر 8. انا مش بقاطع انا باكد على حاجة. شهر 8 طبعا درجة الحرارة كانت بتعدي ال 50. طبعا. فنزلنا الحمام شحناه. بعد ما شحنا الحمام بثلاث اربع ايام او اربع ايام البيض فقس. البيض فقس من الحر لوحده. مفيش ولا حمامه موجوده في المكان. ما انا البيض فقس لوحده. انا بسال على حكايه البيض علشان كده بشوف الناس برضه هتنفع معاها تجيب البيض. اربع ايام والله البيض فقس. يعني هو كان قرب يفقس. هو كان قرب يفقس قدامه مثلا ثلاث اربع ايام من الحر. لا بس هو اللي هيجيب بيض بقى يجيب البيض اللي محدش رقد عليه. مش كده ولا ايه يعني؟ يعني دي بتقلي كده يعيش هيعيش. ويبدا يجيبه هنا بقى عنده فقاسه زي اللي عندنا دي يحط فيها البيض. عنده حمام عايز. يا جماعه تعملوا لايك للفيديو وشير واللي محتاج اي حاجه اكتبها في التعليقات واما انا او الحاج مصطفى هنرد عليه باذن الله وربنا ييسر وكل سنه وحضراتكم طيبين.